need to do this. احس اني ماني جاهز، بس خليني ابدا الفيديو لانه وبظل اخز في الكاميرا واخز في نفسي 10 ساعات ما بجهز. خليني اتاكد بس من الفيديو ان تويتش، لان تويتش عاده ما يرضى يشتغل من اول مره. المهم شكله شغال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في فقره اختبار العاب العربيه او الاسلاميه. اكشلي في عندي عده العاب اسلاميه بدي اختبرها من ناس مش عرب، ولكن اليوم بنختبر اللعبة من الأخ الفاضل عماش. عماش فضل الأخ عمل لعبة اسمها The Savior المنقد قبل سنة وثلاثة أشهر أنجزها وعلى عدة أجهزة، فبنختبرها وبنشوف. هذا موقعه على التويتر، وكلمت له مؤخرا وقال لي إن هذه اللعبة هي اللي سمحت إنه يدخل المجال ده ويتعمق فيه بشكل أكثر، كنية إني يشوف هل يقدر يطور مجال البرمجة، مجال تطوير الألعاب، التفكير في كيف الألعاب، نشر الألعاب. فهذا اللعبة هي اللي خلتها تدخل المجال هذا بشكل جاد أكثر وأكثر. قبلها عمل لعبة اسمها ثعلوب على الأبل ستور وعلى الجوجل بلاي، لعبة أطفال أفضل من أي لعبة أطفال عملتها أنا، لأن أنا عملت عدة ألعاب أطفال ما كان فيها صور وألوان بالشكل ده، فالصور جميلة والله. فأنا بترك الرابط للعبتين دي في الديسكريبشن تبع الفيديو. و عندنا الأخ دينار عمل لنا موقع لرفع الألعاب العربية، فأنا دي يوم من الصباح كنت أتصفح فيه وشفت وش في الألعاب ممكن أختبرها، وحطيت في بالي خليني أختبر من قد لأن أريدي أعرف الأخ عماش. مؤخرا عماش لأكثر من 400 يوم يشتغل على لعبة مفتاح المفقود على يونيتي بشكل احترافي لآخر درجة، يوميا يصرف ساعات على تعديل تفاصيل صغيرة، وعمل قناة يوتيوب مؤخرا يراوينا كيف يشتغل. فإذا عندكم بترك الرابط أيضا في الديسكريبشن، إذا عندكم بدكم تاخذون نظرة كيف تطوير الألعاب الجادة تاخذ وقت، فهذا أكثر مثال حي ممكن تشوفونه. فخلينا ما نطوله نشغل اللعبة ونعطيها فرع. خليني اتاكد الكاميرا شغال، الصوت شغال، كل شغال. اوكي تعرف انا وجهي ما فتحت لكم شات ترانسبيرنت، ولكن مش مشكله، ما اتوقع احد يدخل علي في الوقت. انزين نسيت ما افتح صفحاتي. فعندنا اعدادات لو جميل، عندك حول نور المكان، الوجه مبتسم، طول اللعبة عماش فضل، كونكشن شكرا عفوا. وش هي؟ اوه كواليتي تيستر، فهذا شكر خاص، ما ادري ليش كاتب لنا شكرا، يمكن لو اخذ بالانجليزي ثانك يو. لا ذس از سيم anyway it's not a big deal. بس دول اللي ساعدوني اكتشف الاخطاء يصلحها، فدول المختبرين الكواليتي انشورنس او testers or whatever you call it. عفست الدنيا، حبة خروج، thank you lord. رجاء حطوا حبات خروج، لا تعملوا اليوزر alt f4، كثير من الالعاب اللي اختبرتها في زانجا ما يحطونها، بس اللعبة دي مفهوم مكتملة. اوه في حبة حذف والصوت، بس في صوت بس ما في صوت والموسيقى، بدي صورت. خلينا نختبر اللعبة. كن شجاعا وانقذهم، وش الفرق؟ خلينا ناخذ انقذهم. لا لو شيلي المرحلة السادسة يعني والله شيء. بعد لو تلاحظون الترانزيشن الازرار وتحرك ولا نظيفة مش معقدة، بس في نفس الوقت تعطي طابع على اللعبة، سو شيء جميل، شيء جميل جدا. بس ليش يعني هذا الشابتر يعني اسم الشابتر؟ اوكي كان ممكن ان الشابتر مو مفتوح تحط عليه صوت قفل او something، بس اي اول لعبة ما تبون تشوفون اول لعبة لي. فخلينا نبدأ الدور الاول. في العصور الوسطى كان هناك ملكا يريد توسعة ارضه، فارسل 9 جنود لاكتشاف الاراضي المجهولة للاستكشاف، لكن مر وقت طويل على الذهاب ولم يسمع عنهم شيئا. فقرر الملك أن يبعث أحد الجنود إليهم ليعرفوا الذي حدث لهم، وكان هناك جندي شجاع بل كان أشجع الجنود في المملكة.
فمر الملك بن يذهب إلى الأراضي المجهولة ليعرف ما الذي حل بالجندي الجنود الشجعان. كيف أعتقد الملك لأن لابس تاج. وهذا أنت أو الجندي الشجاع أشجع الجنود في المملكة. وهنا تبدأ المغامرة. أوكي. كبال عصا السهم مش هيتحرك يعني؟ أوه أوكي. أوكي. ليش شكل الشخصية abstract؟ الجزم القصة يعني أنا انتبهت الجندي ما له اسم. ليش الجندي ما له اسم؟ هل يعني الجندي يرمز لنفسي؟ خلينا نحاول وجهنا. دبل جمب. تعليمات واضحة. أقدر أتحرك بالأسهم. يضرب الماوس. أوكي. أي ديمبالي واس إذا بالماوس. إطلاق السهم. اوكي واحدة من الالعاب اللي اختبرت انا يعني اول ما ضغط السهم السهم يطلق هنا لا بس ما احس بوزنه بس ستيل السيف لما تضرب بتحس بوزنه يجي لي ممتاز للانيميشن وللحركة مو بس للانيميشن حتى الحركة الحقه يصير شوي ابطا يعطيك احساس باي قد الوزن السيف كده ما تحس الضربة كده في الهواء كأن الشخصية ما حطت افرت وراها. اوكي شوف الجدار لونه شوي مختلف يمديك تزحلق فيه. انترستنج. تأثيرات شيلينج كل مكان شيلينج خلفية شيلينج قدام. حط وقت خيالي في عمل رسومات في اللعبة. هذا الشيء يعني واضح بعدنا ما نلعب الجيم. كمان. ما في وول جامب من قبل شوي هنا عملت وول جامب ولا اوكي للحماية وين الستامنا اوكي مو كل الالعاب لازم فيها ستامنا بس هذا الشيء توقعته لأن لو أوقف الصد وأتفرج يعني وش الشيء اللي يدفعني إني ما أصد وأتفرج يمكنني أبي الشيء اللي يدفعني إني ما أوقف الصد طول الوقت إني أبي أتقدم في اللعبة يعني هذا هدف كأه شوي يطيح زين يمدينا نط في الهواء والله التحكم ممتاز يعني هذا الشيء أشهد عليه لعبت العاب اندي واجد تحس التحكم فيها خلل لان التحكم يعني من اصعب الاشياء يعني تعملها في الجيم لما تبدا في تصميم جيم يبقى تحط عدد ساعات خياليه للتاكد ان الشخصيه تتحكم بالشكل اللي تبيه تختبر الاطراف الاكواد اللي تبع الاطراف غير كيف انه ينط في الهواء كيف انه ينط ويضرب كيف انه يصد مرحبا أنا وسهلا ما اللي جريده حلو إني مرحبا إنه كذا عدة نقاط رأيت في فترة سابقة جنود مروا من هنا نعم رأيت ولكن أنصحك أن تكتشف من هذه الغابة في الحال لماذا القرباء الذين يدخلون هذه الغابة لا يخرجون منها فيها فاصلة القرباء الذين يدخلون هذه الغابة لا يخرجون منها وما الذي يحدث في القرباء في هذه الغابة لقد نصحتك من تذهب لقد نصحتك بأن ترحل أو ترجع ولكن إذا أردت أن تعلم ما الذي يحدث لهم استمر في التوغل في الغابة وستعلم بنفسك أوكي ميستري وارنينج وايز مان وارنينج أي يا ترى في مرة سرية في اللعبة أو حاول أضغط واستعبط القتال not bad so far and ايش تضحك اوه ما بيوسع اوه ما يوسع غشاش لا
لما اطلب ما اتقدم في العاب غازل لما العبها بالسيف لما تطلب يتقدم شوي الشخصية حقك لو بس يعني اقول هذه يعتمد على تصميم الخريطة وهذه بيأثر على تصميم كيف اللعبة تصمم كذا. اوه للصناديق حاطك فوق يمكن في مماسك فوق اوه اوكي والحين اوه alright alright لافا ده لو طيح فيه one death من الصندوق ايش الصندوق يطير خلال ده ولا في التحكم مش بيرفكت وهذا الشيء انا عانيت فيه لما عملت لعبة ووكر على الاقل البروتوتايب حقها فانا اعرف العناء في التحكم والحل يمكن لو قربوا انه بده يطير ما اقدر اشندس لا يكون اوه هي ماجيك بس في عندنا مشكلة اني حطيت شوي اعلى من اللازم بعد يمدي اتعلق في الصندوق اوكي 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 ده سلو لو تريكي لان عندنا اثنين لو نط مضيعتين بسرعة فلو التحكم كان سيء كان ما يمديني اني العب بطريقة اني انافس نفسي اني احاول اعمل اي قاعد اتكلم على الجمهور اعطيني لحظة يعني هذا اللي يخلي اللعبة اذا ما تبني لعبة ليش التحكم مهم او لان لو التحكم ما كان مهم ما يمدي اللاعب يستمتع في اللعبة ويغامر في اللعبة ويحس انه جزء من اللعبة ويعمل بازلز واللي يصمم اللعبة ما يقدر يحط بازلز تختبر قدرات اللاعب اذا التحكم مو كويس فاهم شيء اهم شيء العاب زي كده التحكم لازم يكون سلس وبشكل عام التحكم مفهوم متوقع مني ان يكون متحكم اللاعب يقدر بسهولة يدخل في اللعبة ما يحتاج اني اعاني لان التحكم مش ماشي معاه فهذا الشيء جميل جدا يعني big huge point for it لقد تفرقنا يعني حتى لو في خلل بسيط ما زال ان بسبب ان التحكم will iron out well polished حتى لو في خلل كم الخلل بسيط اللاعب يسامح مع الشيء ده لأن بتكون التجربة حقه ممتعة. لقد تفرقنا لكي نستكشف الغابة بشكل أسرع ولكن لا أعلم أين البقية. لقد تم الهجوم عليه من قبل غرباء وتم أسري. كلمة غرباء كثيرا يعني موجودة بس maybe this is part of the abstraction. Okay. فنظام مراحل 10 مراحل زي ما شفنا في القائمة الرئيسية. What was going on? اول دور كان تافه يعني التعليمات الحين اللعبة صفقتني طراق اللعبة تقول سهلة راوينا اوكي اوكي نو بروبلم نو بروبلم حس كأنه في فوق يمدينا اركب بس انا هلو ما اقدر اتكلم مع هذا يعني نسيت ان عندي قوس كان يمدينا اقتل النبتة بالقوس والله الخلفية والإضاءة جميل جدا تحس ان الليل جد كيف لما تبسرعة قداني بعد اما الحين طلعتي نص I'm not doing good I'm not doing good انا فكرت حشي زي فلانك يمديك قصة حصل ايتم ولا شيء بس طلع لا وحش نبت اللي صارخ مان الدروغا وش كان اسمها تبع السحرة الشمطاء كيف بسهولة كنسلت أو صعب تجاوزه سهولة لما تعلق إنه يمديك تكنسل يعني في سلاسة بين التحول بين الانيميشن ما جاء صدق ليه نو didn't work right
يمكن تعديت شوي بس. اي ما لا تهد ولا قعش ولا عارف. او هي فيزك تبع الماي. هذا لازم كل ما ياخذ من الضربه ما مين مشكله. المره الثانيه لما يجي اعمل ايوه جبنا العيد جبنا العيد. يا القوس اي دونت لايك ات بس زين في اوبشن يعني. صندوق قتله ها اوكي. احسن قنابل النار اللي تطلع في ماريو تطلع بدون اي نار. اي جاري اي والله اي شفناك هي ما توقعت اني منك تضربه. رايت او زين افتكينا او توقعت باب بيطلع لي جيم اوفر. شكرا لك. كيف لا هذه الكائنات غريبة ان تصعك لها الفخاخ قعوني بالفخ احجارهم. يا الافخاخ بغت تفسكعني بعد الثاني او لان ضغط قليلة ولا لان الوقت. يا هذه نقطة بسيطة في الألعاب القدام عادة يقولوا لك كم النقاط أو الوقت تحتاجه لكل ليفل عشان تعمل 3 ستارز أو 5 ستارز أو whatever. الانفايرمنت تغير من جديد. انترستينج. من قبل نهار بعدين ليل في الغابة والحين في كهف. نايس نايس. وش جاب المبنى معلق في الكهف. اوه اجين كسرته بدون ما اختبر ايش في هناك. هادي اختبر روحي. اي اقدر اكلمكم؟ نو اوه اطلع شخصيته اكبر من الشخصيات الثانية. بخلص المرحلة ان hopefully it will be the last stage I will play. اوكي ميكانيك جديد شيء ثاني بقيت تنبه لي. اوه حتى لما يكون في الارض. أو سلم ما انتبهت. was like ليش why not. شفناك ليه ما اقدر ادي ولا ده منظر المرة. صفعني مو كل مرة. ايه وش ذا السهم بعد اللي يطلع؟ عين؟ سهم سحري يعني؟ What the hell was that؟ اوه يعني ارتد، اوكي 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 اوكي. ما اقدر اشندس ضد الاسهم. اوكي يمكن اللعبة مصممة للجوالات للاجهزة الذكية. فصعب انه تخلي اللاعب يشندس ويعمل اكشن كثير. الله اعلم. بس انا توقعت انه يعني يمدينا شندس. ما ادري ايش فايد القوش بس فكرت على كلمية واحد عن وراه مثلا. I don't know يمكن بعدين تقدر تطور اشياء. I don't know. وش يصير لو احقره؟ ما احقره لايك او فكرت ديك فلوس اقدر اخذها. اوكي 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 اول مرة ما كسرت صندوق في ماما شكله فوق. نو نو ما يمديك تركب. اند باي باي صندوق. اوكي هذه يسموها نيجاتيف سبيس. مش نيجاتيف سبيس تبع رسومات انما نيجاتيف سبيس تبع التصميم حتى ان اللاعب يتوقع ان في ممر سري. و اوكي عشان يطير بس يطلع في النهاية ينكب. فهذه من جماليات الجيمز اذا تعمل شيء مكان صعب توصل له تنتبه ان اللاعب ممكن يوصل له ويحبط انه ما شاف في جائزه. فتعطيه ولو شيء بسيط قرش او يعني غرفه فيها 5 قروش كانها تقول له هي جود ورك انك اكتشفت قمت تستكشف الجيم يعني. هذا جاني انا من دارك سول سيفه مالي من اليون ماسك من اسم اللعبه الجديده اللي كل كان عنها الدر كينج. الدر كينج ما ادري ايش يسمونه. جاتس من ذا برسكر. اي هذا شوي مختلف ما اختفي مصليت.
No problem. No problem. I'm gonna sit right here and review and Luigi. Yeah, after this, I'll end it. The hell is this? Boss fight? ايش في غير في شكل كده؟ تحت موت ولا ما يسوي؟ اوكي هذا لغز زر عظيم. يعني لو نزلت حصلنا الباب مقفل. اوكي ليش قاتل اصلا؟ انه في شيء يتحرك طلع خلفية في خلف الجزء الخلفية يظهر الجدار. ميكانيك جديد. خفت انه لو فيه نحفر وموت كايزر ماري على غفلة. نسعى عندنا دبل جمب. تشوف يعني واضح وضوح الشمس ان البرمج عماش هنا قاعد يختبر قدرته انه يعمل كاميرا تتحرك ويعمل كاتسين بسيط داخل اللعبة. شي جميل شي جميل. وهذا طلع علينا بالسكربت لان فتحنا الزر ثاني. خايف انه يسوي لك بعد اقطع النص. اوكي are we done؟ yeah we done. ما في ما اسوي. اوكي يمكن في بس انا لاحظ يمكن بالي اشحن الضربه واطفر الحماية حقي. نو اوكي واخيرا كن حذرا. واخيرا كن حذرا. كان يقول ايه finally why you so late. كن حذرا. ليش اطول مني بشوي؟ لعبة المنقذ جميلة جدا. لعبة جميلة جدا. اما look at that again تغيير في الجو كان دراجون اللي يطير. زي ما قلت اللعبة رسومات جميلة جدا. الشيء مرة مدهش. تأثير الإضاءة تأثير ال كم شيء موجود يعني كم التأثيرات البسيطة الحشيش الأشجار الخلفية فيها عدة طبقات كل هذه الأمور يعني لمسة جمالية جميلة جدا يعني. اي قاعد اتكلم أداء مختلفين وإن كان تقريبا نفس الكود بس يعني تغيير في الجو. التحكم مرة ممتاز يعني يمديك بسهولة تمسك مع اللعبة وتعرف إن لو أسرع ونط هنا أقدر أحول عند النخل بالضبط يعني أقدر أقيسه. مرة سلس الموضوع يعني في الضرب في الصيد يستجيب بسرعة الشخصية وفي زي ما تقول فيجوال افكت والديلاي تبع السيف ممتاز جدا يعطيك احساس بالضربات نفسها. ما تحس ان معظم الالعاب اللي يعملون الناس المبتدئين ما يشتغلون على الكولوجن مش كولوجن ريكويل افكت ان اي قد لما الواحد ينضرب او يضرب يحس بالتاثير حقها. التعليمات واضحه في اللعبه في بدايه التوتوريال. ارفع البلوك ادفع البلوك نط نفس الدور نفس مصمم نتعلم على التحكم. القصة والدافع للبطل واضحة جدا وروح انقذ الدولة. امور بسيطة جدا. انا مستغرب انه ليه ما في شندس بس هذا ما نقص من اللعبة. القوس حسيت انه ما في الغاز بالقصة فاين يمكن لاحقا في الادوار بعدين خلصت فقط 3 ادوار من 10. الشخصية ابستراكت والجنود ابستراكت بس الملك لشكل. هل في سبب للشيء ده؟ هل يعني الجنود ما لهم داعي او يعني مكانهم الاجتماعي انهم جنود وتبع الملك فشكلهم ابستراكت؟ وحتى البطل بدون اسم جنود شجعان اشجع الملك اشجع جندي كل ما له اسم. ف امور بسيطة جدا يعني. على فكرة الابستراكت هذه مين نقطة سلبية يعني النقطة بس like interesting. Is it a design choice? Is it a style choice? I'm not sure. بس هذا الشيء يعطي بعد شيء مميز في اللعبة. ف لعبة المنقذ The Savior. زي ما قلت لكم تقدر تتواصل مع خوينا على الموقع الاجتماعي. And that's it. شكرا للمتابعة. نراكم مرة أخرى.